بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. أول حاجة عايز أبدأ فيها مع حضراتكم وهي كلمتين بس هقولهم بسرعة جدا. النادي الأهلي فوق الجميع، ولكن تظل مصر دائما هي الأعلى والتي تحتضن الجميع. النادي الأهلي فوق الجميع، ولكن تظل مصر دائما هي المبتغى اللي احنا دايما بنوصل له وبنحاول نوصل له، ويظل اسم مصر دايما الذي يحتضن الجميع، جميع الأندية المصرية. الكلمة دي انا بقولها لانه الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت لغط كبير جدا جدا وحاجات كتيرة جدا 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 حصلت خلال الفترة اللي فاتت، هننهيها بالكلام اللي قاله كابتن خطيب النهاردة. بعض التصريحات الصحفية اللي قالها الكابتن خطيب النهاردة مهم جدا 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 ان احنا نقول لحضراتكم ماذا قال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وانا هقرا البيان كأني بقرا البيان زي ما هو مكتوب، او انا اسف التصريحات الصحفية زي ما هي مكتوبة انا هقولها لحضراتكم، لانه فيها كلام مهم جدا جدا جدا. وبالمناسبة هو ده الكلام اللي احنا كنا ماشيين عليه خلال الفترة اللي فاتت. خلال الفترة اللي فاتت كنا كل الكلام اللي ماشيين وبنقوله لحضراتكم كابتن خطيب، طبعا بما ان هناك سياسة دايما بنمشي عليها وهي دايما اللي بنتكلم فيها، كابتن خطيب النهاردة في تصريحات صحفية طلع ووضح هذا الكلام. خليني اقول لحضراتكم ماذا قال الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته الصحفية. في البداية كابتن محمود الخطيب بيشكر وزير الشباب والرياضة والقيادات الأمنية ويوضح بعض النقاط. عبر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في تصريحات خاصة اليوم عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى، أولا لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة. قال أيضا الكابتن محمود الخطيب أنه ممتن لحضور واهتمام وزير الشباب والرياضة والقيادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة وتقديرهم للنادي الأهلي وتوضيح الصورة والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة بعيدا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام، وأنه تفهم الموقف ومعه أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه ورحبوا كالعادة بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية. رحب أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي، والكلام لا يزال على لسان الكابتن محمود الخطيب، بالاقتراح المطروح من قبل السيد وزير الشباب والرياضة في ضوء المناقشات التي جرت وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة. أضاف أيضا أنه كان هناك تقدير من جانب النادي الأهلي لمصلحة البلد أولا ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي وما جاء في بيانه الأخير، وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس أو بعد بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وأن يجري السيد الوزير وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم لتحديد موعد مناسب أمنيا لإقامة مباراة القمة والتنسيق مع الناديين وفي ضوء ذلك أعلن اتحاد كرة القدم موعدا مبدئيا لمباراة الأهلي والزمالك دون تحديد تاريخ إقامة اللقاء والملعب الذي ستقام عليه المباراة، وهو ما سوف يتم حسمه لاحقا. كان لابد أن يعلي النادي الأهلي ومجلس إدارته مصلحة الوطن، خاصة في ظل الحرص الشديد على من القيادات الأمنية المخلصة في الدولة على إزالة كل الشكوك حول أي من الأمور الخاصة بتأجيل مباراة القمة، وقيام الدكتور أشرف صبحي بجهود كبيرة كرجل للدولة، كرجل دولة يعمل لمصلحة بلده ويقدر قيمة النادي الأهلي وانحيازه الدائم للوطن وقضاياه. طلب الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته الصحفية التأكيد على العديد من النقاط. أولا، الرؤية الأمنية لها احتراماتها وهيبتها، وبالتالي لا يجب أن يتحدث
أي شخص باسم الجهات الأمنية، وإن كانت هناك ضرورة للحديث لابد أن تكون في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام. ده مهم جدا. أنا هطلع بره السياق شوية وهرجع مرة تانية. مهم جدا النقطة اللي احنا بنتكلم فيها واللي الكابتن اتكلم فيها في تصريحاته الصحفية، لأن زي ما قلت لحضراتكم دائما خلال الفترة اللي فاتت كان من الممكن أن يتم تجاوز كل هذه الأمور، ولكن أن هناك بعض الأمور التي كان يجب أن لا تحدث خلال الفترة اللي فاتت، فهنا في هذه التصريحات من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيوضح فيها أن الجهات الأمنية يا جماعة لما بتيجي تتكلم بيبقى لها الهبة، هبتهم لهم، طريقتهم لهم، أسلوبهم لهم، تفكيرهم لهم، معلوماتهم أو عندهم معلوماتهم الخاصة بهم هم، وبالتالي ما ينفعش حد يطلع يتكلم باسمه، ما ينفعش حد يطلع يتكلم باسم أي حد إلا إذا كان هناك متحدث باسم الأمن مثلا أو الجهات الأمنية أو كذا أو كذا، لكن حد تاني لا، ما ينفعش حد يطلع يتكلم. ودي نقطة شدد عليها جدا الكابتن محمود الخطيب خلال كلامه أو تصريحاته الصحفية اليوم. ايضا خلينا نكمل بقى بقيه الكلام. كابتن محمود الخطيب النهارده في تصريحاته الصحفيه قال انه ليس من المنطق ان يتم الاعلان عن تاجيل المباراه ايضا في منتصف الليل، وان يتم اختار اطرافها طرفيها هو الاهلي والزمالك. كابتن محمود الخطيب هنا بيتكلم عن الاهلي والزمالك، ما بيتكلمش عن الاهلي فقط. ان ما ينفعش ان انت تقول يا جماعه، بتكلم عن اللجنه التي تدير اتحاد كرة القدم، ما ينفعش تقول يا جماعة لا الماتش اتأجل الساعة 12 بالليل، ما ينفعش. خلينا نصبر شوية ونكلم المسؤولين في النادي الأهلي ونكلم المسؤولين في نادي الزمالك ونعمل مشاورات ما بين كل أو الطرفي الموضوع اللي هم الأهلي والزمالك، ونصل في النهاية لما يروه إعلاء لمصلحة الوطن. إعلاء لمصلحة الوطن، لأن هو ده المهم جدا. قال ايضا الكابتن محمود الخطيب ان يتم اصدار القرار وبعيدا عن اطرافها قبل صدور بيان التاجيل بعشر دقائق دون اي حوار او توضيح او تنسيق مع طرفي اللقاء، خاصه لم يكن هناك ما يدعو للاستعجال واعلان قرار التاجيل ليلا. لابد ان يحرص اتحاد كره القدم على ثبات، ده نقطه ثالثه، لابد ان يحرص اتحاد كرة القدم أو اللجنة التي تدير اتحاد كرة القدم على ثبات مواعيد جدول المسابقة في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تأخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة والاستقرار بين الأندية المتنافسة. تالت حاجة أو رابع حاجة الأهم، أن هذا الأمر سوف يساهم في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين في كل الأندية، في كل الأندية مش في النادي الأهلي بس، وهو ما يساعد الأجهزة الفنية للمنتخبات على انتقاء أفضل العناصر لتمثيل مصر في المحافل الدولية. أيضا قال الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته الصحفية نتمنى عند تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ومناسب أمنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الأطراف المعنية حتى لا يتكرر ما حدث. نتمنى أيضا أن يقوم اتحاد كرة القدم بمساندة الأندية ويكون حلقة الوصل ما بين كل الأطراف وفي مقدمتها الجهات الأمنية لاستعادة الحضور الجماهيري الكامل في المباريات لإثراء المسابقات الكروية فنيا وتسويقيا. أيضا من النقاط اللي قال عليها كابتن محمود في تصريحاته الصحفية اليوم، لابد من دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنيا من خلال برامج ومعسكرات، وأن يحصلوا على المقابل المادي الذي يناسب ما يبذلونه من جهد وما يتحملونه من مسؤولية. وفي ذات الوقت لابد من العمل على سرعة تطبيق الـVR، تقنية الـVR لمساعدة الحكام على تلافي أي أخطاء تقديرية في المباريات مثل ما يجري في الدوريات الأوروبية الكبيرة. ايضا من ضمن النقاط اللي قالها كابتن محمود الخطيب النهارده في تصريحاته الصحفيه ضروره تفعيل دور اللجان باتحاد كره القدم، خاصه لجنه الانضباط والاخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وايقاف اي تجاوزات، خاصه وان النادي الاهلي
تقدم بثلاثة شكاوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، الأولى في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق، واثنتان عقب تولي اللجنة المؤقتة الحالية المسؤولية، ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في كل هذه الشكاوى. أيضا ضرورة قيام اتحاد كرة القدم بإختار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند عليها عند تطبيق أي عقوبات للاطلاع عليها، وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز. وفي نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حال صدورها خلال الفترة القادمة. آخر حاجة، الحقيقة لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتها، وأن نقف خلف المنتخبات الوطنية ونساند الأجهزة الفنية للاعبين لتحقيق الطموح كرة القدم المصرية. وأثق بأن جماهير النادي الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الرياضية المختلفة بكافة المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات. هذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية. دي التصريحات الصحفية اللي قالها كابتن محمود الخطيب النهاردة. كان مهم جدا ان انا اتكلم معاكم وان انا اقولها لحضراتكم زي ما هي، لانه تقريبا هو نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه خلال الحلقات السابقه. تتذكروا في الحلقه السابقه، وانا بشكركم جدا على يوم الاحد اللي فات او بعد يوم الاحد اللي فات، الحقيقه جالي ردود افعال كثيره جدا جدا على الحلقه السابقه، فانا بشكركم جدا على هذه الردود، ردود افعال جيده انا كنت سعيد بها جدا. ودائما اذا كنا بنعمل حاجه فهي بنعملها عشان ننور كل جمهور النادي الاهلي، لان في بتبقى بعض الامور بتبقى ملتبسه بس شويه. فكل الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب هو كلام منطقي، كلام محترم، كلام بقالنا فتره طويله جدا بنقوله. الكلام ده اتقال ايضا قبل بطوله كاس الامم الافريقيه للكبار اللي كانت بتقام في مصر في شهر يونيو السابق او في شهر السابق. قلنا يا جماعه ان احنا كل اللي عايزينه ان احنا كره القدم في مصر يجب ان تتطور، كره القدم في مصر يجب ان يكون هناك تكافؤ للفرص، كره القدم في مصر يجب ان تكون الافضل عربيا وافريقيا وكل شيء، وهو ده اللي كان قبل كده. النادي الأهلي طالب بمبدأ تكافؤ الفرص، النادي الأهلي طالب بمبدأ العدالة التحكيمية الدائمة لكل الفرق، النادي الأهلي كل ده قبل كأس الأمم الأفريقية، وبيطالب مرة تانية بهذه الأمور مرة تانية من خلال تصريحات صحفية لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. كلها كلام الحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا كلام له احترامه. عايزين نعلق يا جماعة، أو عايز أتكلم عن لجنة الانضباط والأخلاق أو لجنة الانضباط. لجنة الانضباط يجب أن يكون لها دور، ودور فعال ودور واضح، عشان الفترة القادمة احنا عندنا 40 يوم أو 45 يوم هيبقى فيهم الدوري موقوف، مش هتبقى من المفترض أن يكون أن لا يكون هناك مشاحنات خلال الفترة القادمة. ولكن هي بدأت النهاردة ببعض الكلام اللي كتبه، اللي اتكتب على تويتر واتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. سهل قوي ان انا ارد على الكلام اللي اتكتب، سهل قوي ان انا ارد عليه. مفيش اسهل من ان انا ارد على الكيد بكيد، مفيش اسهل من كده. اسهل حاجه اقدر اعملها واحنا في النادي الاهلي بطولاتنا بتتحدث عن نفسها، طريقتنا بتتحدث عن نفسها، كل حاجه. فانا سهل قوي ان انا اطلع اقول كلام يخليك تبقى قاعد في البيت وتقفل عليك الباب الاوضه وتخش في السرير وتتغطى عشان ما تبانش للناس، لكن انا عمري ما هعمل كده، وعمري ما هتطرق لهذه المواضيع، لانه في النهايه مش هي دي المبادئ اللي احنا اتعودنا عليها داخل قناه النادي الاهلي او داخل النادي الاهلي. مش هي دي المبادئ اللي احنا دايما بننادي بيها، واللي بالمناسبه هننادي بيها اكتر خلال الفتره اللي جايه، على الاقل هنا في ملعب الاهلي. ملعب الاهلي خلال الفتره القادمه، ودي رساله للجميع اللي عايز، طبعا الناس اللي من لا يشجع النادي الاهلي دي رساله اكتر ليهم. يعني الفتره القادمه اتمنى، عندنا 40 او 45 يوم، اتمنى كل ناس، كل واحد يبقى في النادي بتاعه، كل واحد يبقى في النادي بتاعه. في ملعب الاهلي هتشوفوا ان احنا خلال الفتره القادمه مش هنعمل حاجه، مش هنحاول ننفذ الكلام اللي احنا دايما متعودين عليه.
هنحاول دايما ننفذ اخلاق النادي الاهلي اللي احنا دايما بنحاول نرسيها من خلال الكلام اللي احنا بنتكلمه. هندافع عن مصلحه النادي الاهلي ولكن دون الاساءه لاي حد. وده اللي احنا كنا بنعمله خلال الفتره اللي فاتت. ولكن نتمنى ان يكون هناك الجميع، زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي، ان الاهلي فوق الجميع، ولكن تظل البلد مصر هي الحاضنه للجميع. هي الاقوى وهي الاكبر وهي كل شيء الحقيقه بالنسبه لنا، هي بلدنا. دايما زي ما قلت لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت ان النادي الاهلي لعب بعد بطوله كاس الامم الافريقيه السابقه علشان اعلاء لمصلحه الوطن. الاحباط اللي احنا كنا فيه. فالنادي الاهلي بيعيد الكره مره ثانيه، كل اللي بيطالب بيه النادي الاهلي ان تكون هناك عداله تحكيميه. عداله في كل شيء، مبدا تكافؤ للفرص، ان محدش يطلع يتكلم باسم اي حد، مش اي حد يطلع يتكلم كده وخلاص، لا. اتكلم في اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه، ولكن في جهات كده بيبقى ليها احترامها وليها هيبتها، زي ما كابتن الخطيب قال في بيانه، القيادات الامنيه. فكلها امور كابتن الخطيب بيضع الكل امام مسؤولياته، بيضع الكل امام مسؤولياته، لانه الفتره القادمه احنا مش محتاجين حاجه يا جماعه، احنا محتاجين ان احنا حد يكسبنا في الملعب بس. مش عايزه حد يكسبني بره، بره الملعب ده احنا قادرين ان احنا كل شويه نطلع نقول حاجه تخلي، زي ما قلت لحضراتكم تخلي الكيت سهل. يعني اللي انا عايز اوصل له ان الكيت سهل، ان انا اقدر اطلع اقول كلام كتير جدا يكيد ويعمل وكذا وكذا، لكن انا مش هعمل كده. خلي اللي انت حضرتك عايز تعمل كده، كمل في اللي انت بتعمله، ولكن صدقني انا مش هرد عليك. انا هنا النادي الاهلي، النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ومن خلال ملعب الاهلي، انا مش هرد عليك. قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، ولكن للاسف الشديد ان الناس دي لعبت كوره. الكوره اتعلمنا منها كتير، وتعلمنا منها احترام الجميع. ليه ما نبقاش كلنا محترمين مع بعض؟ ليه ما تبقاش الدنيا ماشيه كويس خلال 40 45 يوم اللي جايين؟ تبقى بدايه جيده لعوده الجمهور خلال الفتره اللي بعدها ان شاء الله. ليه دايما عايزين تعلوا الموضوع؟ ليه دايما عايزين تخلوا الموضوع يبقى دايما جواه نار؟ الموضوع ابسط من كده بكتير، احنا عندنا فتره قد تكون فتره جت من عند ربنا. كل واحد يخلف نادي، كل واحد يتكلم عن نادي. انا على الاقل هنا في ملعب الاهلي، انا ماليش دعوه باي حد تاني، انا بتكلم هنا فيما يخص ملعب الاهلي. لكن سهل جدا ان انا اطلع ارد واقول واعمل ويعني اقول كلام كتير قوي، سهل وسهل جدا يعني، وكلام بالارقام بالمناسبه مش باي حاجه تاني. سهل قوي ان انا اطلع اقول الكلام ده، لكن انا مش هعمل كده دلوقتي. لو كل واحد يخليه في النادي بتاعه، لو كل واحد يركز مع النادي بتاعه. هو حضراتكم بتسمعونا بنتكلم هنا لما بيبقى سواء انا بتكلم او غيري بيتكلم، الضيوف الكبار اللي بيبقوا موجودين معانا، هل بنتكلم على انديه اخرى؟ هل بنقول على انديه اخرى اصل فيها كذا وفيها حصلت مشاكل كتيره الفتره اللي فاتت كنا نقدر نتكلم عنها في انديه كتيره جدا، هل بنتكلم عنها ولا بنتكلم عن النادي الاهلي؟ هو ده اسلوبنا، هي دي طريقتنا، وهو ده اللي هنفضل ماشيين بيه بالمناسبه، لانه الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا جدا جدا، من الممكن ان الفتره دي نحط الاساس ونبتدي نمشي عليه. ال 40 45 يوم اللي جايين نحط فيهم الاساس ونبتدي بقى نتحرك للامام، علشان زي ما كابتن خطيب قال في تصريحاته الصحفيه، اهم حاجه في المواضيع دي كلها ايه؟ ان تبقى الامور كويسه جدا علشان الجمهور يرجع مره تانيه. الجمهور يرجع مره تانيه. فاللي انا عايز اقوله يا جماعه، خلينا نبدا الفتره اللي جايه ان احنا نبقى الفتره اللي جايه تبقى فتره مهمه جدا جدا جدا، ومن خلال هذه الفتره نبني على الاساس اللي هنمشي عليه ان شاء الله. مرة تانية يعني أنا مش هرد على أي حاجة اتقالت أو أي حاجة اتعملت، لأنه زي ما قلت لحضراتكم أنا مش هبدأ، عمري ما هبدأ، هفضل أنتظر 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 أنتظر، لكن سهل جدا 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 إن أنا
ارد واعمل كل حاجه. خلي بال حضراتكم سهل جدا ان انا اعمل كده. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندنا كلام كتير جدا وكلام مهم جدا. اول حاجه بس عايز اتكلم فيها محمد محمود. محمد محمود لاعب النادي الاهلي حتى هذه اللحظه رسميا، وحتى هذه اللحظه هناك اشتباه في اصابه محمد محمود بالرباط الصليبي. حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها محمد محمود عنده اشتباه في الرباط الصليبي في الرجل الثانيه. أنا كلمت محمد الحقيقة عشان أطمن، عايز أطمن منه. إحساسه الشخصي، إحساسه الشخصي إن هو عنده رباط صليبي. لأن هو جربه قبل كده. أنا الحقيقة قلت له محمد حتى لو لا قدر الله طلع عندك رباط صليبي، جمهور النادي الأهلي هينتظرك، وجمهور النادي الأهلي بيثق فيك وعارف قد إيه أنت راجل هتموت نفسك خلال الفترة اللي جاية وتمن تسع شهور وترجع أفضل من الأول كمان. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتضح رسميا أن محمد محمود عنده رباط صليبي في الرجل الأخرى. أنا كلمته بشكل شخصي بصراحة، عايز أطمن عليه، وعايز لأن جالي الحقيقة كلمات مؤثرة جدا في محمد محمود خلال من ساعة لما تم الإعلان عن اشتباه في إصابته بالرباط الصليبي مرة أخرى ولكن في الرجل الثانية. فجالنا كلام كتير جدا عن محمد محمود، فحبيت ان انا اطمن منه. هو بيقول لي احساسي انا حاسس ان هي رباط صليبي، ولكن ما اقدرش اقول كده الا لما اشوف الاشاعه. فخلينا ننتظر لبكره، لعل الامل ولو كان ضعيفا، لعل الامل ولو كان ضعيفا ان شاء الله يكون. نتمنى ان هو ده اللي يحصل، نتمنى ان هو ده الامل الضعيف ده هو اللي يحصل، لانه احساسه الشخصي والأشعة أو التشخيص المبدئي بيقول إن هو اشتباه في قطع في الرباط الصليبي في الرجل الأخرى. أتمنى يا رب إن شاء الله بكرة هيكون أكيد عندكم الخبر اليقين في هذا الموضوع علشان نطمن على محمد محمود. ولو حتى محمد محمود جاله أو تم التأكد بنسبة 100% إن هو عنده قطع في الرباط الصليبي، أنا متأكد من دعم كل جمهور النادي الأهلي له. عايز أقول لحضراتكم إن واحد من أعظم اللاعبين في وسط الملعب، واحد زي اسمه حسني عبد ربه، حسني عبد ربه واحد من أفضل اللاعبين اللي لعبوا في وسط الملعب سواء في النادي الإسماعيلي أو في منتخب مصر. حسني جاله مرتين أو ثلاثة رباط صليبي وكمل وكان أحسن من الأول كمان. أحمد حجازي بالمناسبة واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين ومحترف في الدوري الإنجليزي. وحضراتكم يعني عارفين يعني ايه محترف في الدوري حتى لو كان الدرجه الثانيه، ولكن محترف في الدوري الانجليزي، وعارفين قد ايه الامور الطبيه بتبقى هناك قويه جدا 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 علشان تحترف في الدوري الانجليزي. احمد حجازي عمل مرتين رباط صليبي وفي وقت قريب جدا، وناس كتيره قالت ان هو كذا وكذا وكذا وان هو هيبطل وان هو كذا، ولكن احمد حجازي رجع افضل من الاول وراح لعب منتخب مصر والكل بيطالب دائما بوجود احمد حجازي في منتخبنا الوطني، وايضا واحد من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي لفترات طويله ومنتخب مصر لفترات طويله، ودلوقتي ايضا في الدوري الانجليزي في الدرجه الثانيه. نتمنى يا رب لمحمد محمود ان شاء الله ولو كانت النسبه في عدم وجود رباط صليبي هي قليله، ولكن نتمنى يا رب ان شاء الله ان النسبه القليله دي تتحقق بكره لما يحصل الإشاعة إن شاء الله الأخيرة، هيتبين كل شيء خلال اليومين ثلاثة القادمة. نتمنى يا رب إن هو يرجع بالسلامة، وأنا متأكد من المؤازرة والمساندة من كل جمهور النادي الأهلي لهذا الشاب الصغير. لسه ولد عنده 21 سنة ولا 22 سنة، كان معانا من شهر تقريبا هنا في حلقة في برنامج سهرة معه، وقد إيه روحه كانت جميلة وقد إيه كان ناس كتيرة جدا علقت على هذه الحلقة. ف إن شاء الله يجي ويعمل معانا حلقة أخرى وينزل الملعب مرة أخرى ويبقى أفضل من الأول كمان بكتير جدا. الحقيقة برضو النهاردة النادي الأهلي في ظل بقى حالة التوقف في كرة القدم خلال كرة القدم المحلية يعني خلال الفترة القادمة، هيكون عندنا حلقات كتيرة الفترة اللي جاية. يوم السبت إن شاء الله عندي حلقة مهمة جدا 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 جدا، النجم الكبير كابتن أحمد شوبير.
كابتن احمد شوبير هيكون ضيفي في برنامج سهره مع. كابتن احمد شوبير كلاعب كواحد من افضل واهم الاعلاميين اللي موجودين في مصر في العشرين 30 سنه الاخيره الحقيقه، وهو قائد الاعلام الرياضي في الفترات طويله جدا جدا جدا، ربنا يديله الصحه ودايما يفضل ويظل دائما متواجد. هتكلم مع احمد شوبير اللاعب، هتكلم مع احمد شوبير النجم الكبير في كرة القدم وصبر أيوب اللي قعد فيه كتير، هنتكلم عن مشاكل كرة القدم المصرية بعيونه بقى الأهلوية، هنتكلم بعيون أهلوية صرف في حلقة يوم السبت القادم. إن شاء الله هتبقى حلقة مميزة وحلقة مهمة جدا جدا، وفي بعض المفاجآت خلال هذه الحلقة إن شاء الله، إن شاء الله تبقى مفاجآت تعجب حضراتكم. كابتن أحمد شوبير هيكون معايا في حلقة مهمة جدا جدا يوم السبت القادم في برنامج سهرة مع في تمام الساعة 11 بالليل. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نقرأ بعض الأخبار، وبعد كده نكمل كلامنا وأخبارنا مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. حاجه مهمه برضو عايز اقولها لحضراتكم في اطار تصريحات الكابتن محمود الخطيب النهارده. كابتن محمود النهارده قال ضروره قيام اتحاد كره القدم باختيار الانديه بلائحه الجزاءات التي يستند اليها عند تطبيق اي عقوبات للاطلاع عليها وابلاغ كل عناصر اللعبه بل لتجنب اي تجاوز. انا يوم الاحد اللي فات جبت لحضراتكم زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا معايا ان احنا بنشتغل شوية ب 2013 بلائحة 2013، وبعد كده بنشتغل شوية بما يقال عليها ان هي لائحة بتاعت 2019 2020. يعني ايه؟ يعني مثلا في تأخير الفرق، تأخير الفرق بيبقى في اللائحة القديمة كان 10,000 جنيه، تأخير الفرق في اللائحة الجديدة على موعد المباراة، يعني الماتش الساعة 5، اي فرقة بتنزل 5 و5 مثلا بيتم خصم منها في اللائحة القديمة اللي هي بتاعت 2013 بيتم خصم 10,000 جنيه، في اللائحة الجديدة بيتم خصم 50,000 جنيه. قولوا لنا يا جماعة احنا ماشيين بأنهي لائحة؟ هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي دايما النادي الأهلي بيطالب بيه خلال الفترة السابقة، وهو ده اللي هنفضل نطالب بيه خلال الفترة اللي جاية. كنت بتكلم مع أحد أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة اللي فاتت من حوالي أسبوعين ثلاثة كده، وقال لي احنا هنعمل لائحة وهنعمل 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 وهنعمل، وكان سيتم الإعلان عن هذه اللائحة قبل بداية الدوري. ففين اللائحة؟ ابعتوا للأندية قولوا لهم احنا هنشتغل بلائحة 2013 أو غيرنا لائحة في الحتة الفلانية وكذا 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 وكذا. اللي عايز يفهم أكتر هيرجع للحلقة بتاعة 2013، الحلقة السابقة بتاعة يوم الأحد، هيعرف إن احنا اشتغلنا باللائحتين. هو في نادي كده؟ هو في كده في الدنيا؟ مفيش كده في الدنيا يا جماعه. كل اللي وهنا انا لما بنتقد الاسلوب اللي احنا بنشتغل بيه، ماليش دعوه باشخاص، انا بنتقد الاسلوب اللي احنا بنمشي بيه. ما اللائحه تتعمل ويتم توزيعها على كل الانديه وتتبعت لكل الانديه، وحتى اللي عنده ملاحظات يقول ان انا عندي ملاحظات في كذا وكذا وكذا. لكن نفضل ماشيين شويه يمين وشمال وشويه شمال وشويه فوق وشويه تحت وشويه من 2013 وشويه من 2019 وشويه من 2020، صعب جدا يا جماعه. النادي الاهلي مش متعود ان هو يمشي كده. النادي الاهلي متعود ان هو يبقى عنده لائحه كامله فيها كل البنود اللي نقدر نتكلم فيها. انا اخطات في كذا ساعتها، بالمناسبه هنطلع نقول ان النادي الاهلي اتاخر فيجب ان هو يدفع ال 50,000 جنيه. لان دي لائحه واتبعتت. لكن هتحاسبني على انهي لائحه خلال الفتره القادمه؟ ما ينفعش. لازم يبقى هناك لائحه واضحه للجميع. برضو لجنه الانضباط، هو لجنه الانضباط دي هتسيب الناس اللي وهنا انا لا اقصد احد، لان انا قلت لحضراتكم ان انا بدايه من النهارده انا هعتبر البيان اللي اتقال ده موضح كل شيء وشارح لكل شيء. لو حضرتك هتقرا البيان كويس او هتقرا، انا اسف، التصريحات الصحفيه دي كويس، هتعرف ان الكلام اللي متقال ده كلام بيشرح كل شيء وكلام بيحط كل واحد عند مسؤولياته. ما ينفعش ان لعيب يضرب لعيب مثلا جوه الملعب وما يبقاش في قرار من لجنه الانضباط. ما ينفعش
عضو مجلس إدارة يهاجم عضو مجلس إدارة في نادي آخر وما يبقاش في قرار من لجنة الانضباط. ما ينفعش رئيس نادي يطلع يهاجم رئيس نادي وما يبقاش في قرار من لجنة الانضباط. ما ينفعش مدرب يطلع يهاجم مدرب وما يبقاش في قرار من لجنة الانضباط. يجب أن تكون هناك، يجب أن يتم تفعيل لجنة الانضباط دي خلال الفترة اللي جاية. ما يبقاش هو احنا عندنا لجنة انضباط ونحط ايدينا على خدنا ما ينفعش. لازم تبقى الأمور دي واضحة خلال الفترة اللي جاية. عندنا 40-45 يوم يعني جت نقدر ناخد نفسنا كاتحاد كورة أو لجنة تدير الاتحاد الكورة تعمل الحاجات اللي ناقصة. يا سيدي احنا ولا بنتهم حد بانحياز ولا بنتهم حد بالكلام ده كله خالص. احنا هنبتدي هنقفل الصفحة اللي فاتت بكل مساوئها. ولكن احنا بنقول لحضرتك احنا محتاجين لائحة، النادي الأهلي محتاج لائحة يمشي عليها خلال الفترة اللي جاية. النادي الأهلي محتاج يفعل دور، بيقول لحضرتك ان هو محتاج يفعل دور لجنة الانضباط خلال الفترة اللي جاية. النادي الأهلي عشان تحسم كمان الشكاوي اللي عندها، الشكاوى اللي موجودة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي فيما يخص كل المواضيع. أيضا محتاجين أن يتم تطبيق الفي آر في أسرع، تقنية الفي آر في أسرع وقت ممكن. محتاجين أن يكون هناك التزام بالمواعيد والأمور، المواعيد والتوقيتات اللي بتضعها اللجنة، لجنة المسابقات في المباريات خلال الفترة اللي جاية. كل ده ممكن تظبطه في الأربعين 45 يوم اللي جاي. هو ده اللي احنا محتاجينه. وكل ده محتاجينه ليه؟ علشان مبدأ للتكافؤ الفرص، مبدأ تكافؤ الفرص. وبالمناسبة، وانا بقول حاجة غريبة او انا بقول حاجة مش طبيعية او انا بقول حاجة لأول مرة حد يعرفها في التاريخ مثلا، انا بقول حاجة طبيعية جدا، ان يتم ارسال اللوائح لكل الأندية. اساسيات من المفترض ان تكون متواجدة، مش حاجات لسه بنتكلم فيها ولعبنا دوري ولعبنا 3-4 ماتشات ومحدش يعرف لسه اللائحة ايه. لو حضراتكم حطيتوا الكلام ده خلال الفترة اللي جاية قدامكم، اعتقد ان فترة ما بعد ال 45 يوم، واحنا هنبدأها هنا، هنبدأها في ملعب الاهلي، داخل ملعب الاهلي سيكون ال 40 او ال 45 يوم القادمة هي الاساس لوضع حجر اساس خلال الفترة اللي بعدها ان يعود الجمهور مرة اخرى للمدرجات. انا كل اللي انا اللي عايزه من الكل ان يتم تكاتف الجميع لعودة الجمهور مرة اخرى للمدرجات. الجمهور المحترم، الجمهور اللي بيشجع فريقه، الجمهور اللي بيقف مع فريقه، الجمهور اللي بيقف في ظهر فريقه. مش احنا نشعل الفتن من هنا، مش احنا، احنا بالمناسبة علينا الدور الاكبر لان احنا الجمهور الاكثر. ومش بقول كده برضو نكاية في حد، انا بقول كده لان هي دي الحقيقة. فاحنا هنحاول على قد ما نقدر، على قد ما نقدر خلال الفترة اللي جاية ومن خلال ملعب الاهلي ان يكون الاتجاه واضح، هو عودة الجمهور ان شاء الله بعد بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة. مش عايزين فتن، مش عايزين بزاءات، مش عايزين كذا، مش عايزين كذا، مش عايزين كذا، مش عايزين الحاجات دي تحصل خلال الفترة اللي جاية. لماذا لا يكون هناك إعلام محترم زي ما موجود بسم الله ما شاء الله عندنا إعلام محترم كتير جدا. مش عايزين نقعد زي ما شفنا النهاردة. وأنا مش هرجع أتكلم عن الموضوع ده مرة تانية. فنتمنى أن كل الأمور دي تحصل علشان يعود الجمهور للمدرجات. تخيلوا حضراتكم ماتش اهلي وزمالك بما انه قمه الدوري المصري، تخيلوا ماتش اهلي وزمالك وفي 70-80 الف متفرج، 30-40 الف اهلاويه و 30-40 الف زملكاويه. ليه لا؟ ليه لا؟ نفسنا نشوف كده خلال الفتره اللي جايه. فنتمنى ان الامور دي كلها تحصل يا رب ان شاء الله. برضو موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم عن أحمد فتحي ومحمد صلاح. طول عمري أنا لعبت كرة قدم وغيري وغيري ونجوم كتيرة لعبوا كرة قدم خلال الفترة، وهسأل برضو السؤال ده لنجومنا الكبار. طول عمرنا عارفين أن من حق، أن من المفترض أن يكون كابتن المنتخب الوطني هو أقدم لاعب موجود مع المنتخب.
ده شيء متعارف عليه وشيء احنا وارثينه من زمان جدا، مش احنا كأهلي، كل الناس متوارثه هذا الموضوع، ان اقدم لاعب بيبقى هو كابتن الفريق مهما كانت نجوميه بقيه اللاعبين، ولكن يظل هذا المكان احترام. واحد زي احمد فتحي اعتقد 130 140 مباراه دوليه، بقاله 10 15 سنه موجود مع المنتخب الوطني بصفه مستمره، بعض الامور بتبقى، بعض الاوقات بيبقى بره وبعض الاوقات بيرجع تاني. هيجي الدور على محمد صلاح، هيجي الدور على محمد صلاح، هي دي كرة القدم، هو ده الاحترام اللي احنا عايزين نشوفه في كرة القدم. ما يبقاش محمد صلاح، وانا اسف انا بحب محمد صلاح جدا، انا من اكتر الناس اللي بتحب محمد صلاح، واللي عايز يقول اي حاجة تانية يقولها، ولكن في نفس الوقت، وبحب احمد فتحي جدا طبعا، ولكن في نفس الوقت الأقدمية هي اللي دايما عارفينها ومتعارف عليها خلال الفترة اللي فاتت. واحد زي احمد فتحي بقاله فترة طويلة جدا بيلعب مع المنتخب الوطني، يجي مستني اليوم اللي يلبس فيه شارة بلده. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدر تاريخ اللعيبة دي. وانا لو من احمد فتحي لن اتنازل عن شارة المنتخب، لو انا مكان احمد فتحي لن اتنازل عن شارة المنتخب لاي حد. الا اذا كان هناك من هو اقدم مني من حقه. لكن انا مش هتنازل، انا شخصيا كاسلام مش هتنازل. هل من الممكن ان احنا نرى مثلا ان محمد صلاح يروح للكابتن حسام البدري ويروح للكابتن محمد بركات ويقول لهم يا جماعه احمد فتحي الاقدم هو اللي من حقه يبقى كابتن المنتخب؟ انا متخيل ان ده اللي هيحصل، انا شايف ان ده اللي هيحصل. وفي النهايه كابتن حسام البدري والكابتن محمد بركات لو مطلق الحريه في الاختيارات وكل شيء، ولكن هم بيغيروا حاجه يعني مش عارف اقولها ازاي، ولكن هي حاجه موجوده من ساعه ما كره القدم بدات وحتى الان في مصر. ماليش دعوه، ما حدش يقول لي بره مصر، انا بتكلم في جوه مصر. فاللي عايز اقوله ان احمد فتحي تاريخه كبير واسم كبير، وبقاله 10 12 سنه بيلعب مع المنتخب الوطني، 2006 موجود، 2008 موجود، 2010 موجود، كل حاجه الحقيقه. كابتن احمد فتحي مع منتخبنا الوطني، لو قلت منتخب مصر لازم تقول اسم احمد فتحي. فمهم جدا جدا الموضوع ده. انا شخصيا شايف ان احمد فتحي هو من المفترض ان يكون هو كابتن منتخب مصر بدون اي كلام، بدون اي كلام. لو على فكره مين من الزمالك، بس عشان ما حدش يزايد، اي حد من لعيبه نادي الزمالك كان هو الاقدم كنت هطلع اقول نفس هذا الكلام، كنت هطلع اقول ان هو يستحق ان يكون، لان الاقدميه دي يا جماعه مهمه جدا. الاحترام يجب ان يظل متواجدا دائما، خصوصا في كره القدم، خصوصا في كره القدم. هل انا اقدر اشوف كابتن عادل طعيمه مثلا واقول له ازيك يا عادل مثلا؟ يعني اشوف كابتن ابراهيم اقول له يا كابتن؟ ما ينفعش، ده ما يصحش في كرة القدم والاحترام والأدب والأخلاق اللي احنا متعلمينها في مصر، في مصر بلدنا، ما ينفعش نقول هذا الكلام. فأنا من وجهة نظري إن أنا لا، أحمد فتحي يستحق أن يكون كابتن منتخب مصر، مش يستحق، هو ده الطبيعي أن يكون كابتن منتخب مصر. فأتمنى، لأنه ده أزمة بدون لازمة الحقيقة، أزمة معرفش حصلت ليه، ومعرفش ليه الناس بتتكلم فيها، ومعرفش مين اللي فتحها، ولماذا لا يكون محمد صلاح هو كابتن منتخبنا. محمد صلاح بقيمته الكبيرة جدا جدا بيبقى موجود مع المنتخب، وله اسمه وله تاريخه، وهيجي يوم ويبقى هو كابتن منتخب مصر بالأقدمية. لكن تقول لي عشان كذا لا، مفيش الكلام. الأقدمية وجهة نظري أنا، طبعا أنا معرفش وجهة نظر نجومنا الكبار، حتى لما هيجوا إن شاء الله نستقبلهم هنتكلم معاهم في هذا الموضوع. معلش الحلقه النهارده لانها بدايه لفتره صعبه جدا 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 في كره القدم في مصر. يجب ان يسود الاحترام ما بين الجميع. انا الحقيقه بعد ما قريت التصريحات الصحفيه للكابتن خطيب اتبسطت جدا. اتبسطت جدا لانه حتى لو هناك لكل قاعده
استثناءات، ولكن الاستثناءات دي عمرها ما بتدوم، عمرها ما بتدوم، ولكن القاعدة بترجع تاني، القاعدة الرئيسية نفسها بترجع تاني. لكن الاستثناءات ممكن تقعد يوم اتنين تلاتة، شهر اتنين تلاتة وتنتهي، لكن الاحترام والأخلاق والمبادئ هتفضل دايما موجودة وهترجع تسود مرة تانية خلال الفترة اللي جاية على الأقل في كرة القدم. ومن خلال ملعب الأهلي سنظل نحافظ على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة. طيب، الفترة القادمة هناك المنتخب الوطني عنده استعدادات كثيرة، المنتخب الأولمبي عنده استعدادات كثيرة، هنتكلم عن كل هذه الأمور، وهنتكلم مع ثلاثة من نجومنا الكبار: النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش. هنطلع نشوف تقرير عن المنتخبات الوطنية، ونرجع نستقبل ضيوفنا، وهنتكلم بقى عن المنتخبات وعن فترة التوقف بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. بعد الفاصل كابتن عادل طعيمة، كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش. مفيش أسهل من إن أنا أرد على الكيد بكيد. في النادي الأهلي بطولاتنا بتتحدث عن نفسها، طريقتنا بتتحدث عن نفسها، كل حاجة. هندافع عن مصلحة النادي الأهلي ولكن دون الإساءة لأي حد. الكابتن خطيب بيضع الكل أمام مسؤولياته، بيضع الكل أمام مسؤولياته. ليه ما نبقاش كلنا محترمين مع بعض؟ ليه ما تبقاش الدنيا ماشية كويس خلال 40 45 يوم اللي جايين، تبقى بداية جيدة لعودة الجمهور خلال الفترة اللي بعدها إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار: النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل، ازي حضرتك؟ كابتن اسلام، اهلا بيك. النجم الكبير كابتن ماهر همام. اهلا كابتن اسلام، اهلا بيك كابتن. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. مكباتي، ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا كابتن، الحمد لله. خليني ابدا مع حضرتك النهارده كابتن عادل بالتصريحات الصحفيه الصادره من الكابتن محمود الخطيب، وان هو بيضع الجميع امام مسؤوليته. ايه رايك فيها طبعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نقول للكابتن الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ترجع بألف سلامة، وبنتمنى إن الثلاث أربع أسابيع دول يعني يبقى في راحة كاملة، بحيث إنه يعني نمنع التليفون ونمنع مفاتيح العربية، بحيث إنك أنت الثلاث أيام الثلاث أسابيع تبقى قاعد كده في راحة، علشان من غير صحة ما يبقاش في شغل وما يبقاش في نتائج. بالنسبة للبيان، طبعا في تسريبات كانت بتقول ان ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب في نهاية الدوري الاولاني. هو مش بيان يا كابتن، لو بيان بيبقى صادر، لكن ده تصريحات صحفية. انا بقول تسريبات صحفية. يعني مش بيان طبعا، لا. لان طبعا النادي الاهلي، هو المشكلة ان النادي الاهلي ليه طلبات معينة من لجنة انضباط، من العدالة، في الفار، في كل الحاجات اللي النادي الاهلي كان طالبها، وما فيش اي مسؤول بيطلع يدي لك المعلومه من لجنه انضباط، من الفار، من الحاجات دي كلها ما اتعملتش. رابطه الانديه، كل الحاجات اللي النادي الاهلي كان طالبها مفيش حاجه اتعملت. فالبيان ده مع وجود الراجل الوزير المسؤول عن الشباب والرياضه، واللي يعني بنحييه جدا، لانه هذا الكم من الدبلوماسيه، من التواضع، من تقدير الناس، بيروح للكابتن حد بيته في علشان الاصابه، ويبقى فيه اهتمام بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي طبعا كلنا عارفين مدى قيمته بالنسبه للعالم العربي والافريقي والعالمي. فالبيان طبعا ما فيش شك انه اسلج صدور جمهور النادي الاهلي. ليه؟ لان اللي كان عايز يتفرد على النادي الاهلي مش هيحصل. والتاكيد ان الفتره اللي جايه الوقفه اللي حصلت ديت معناها ايه؟ معناها ان انا مش هلعب ماتش الزمالك الا في البدايه، وبرضه بالتنسيق مع الامن، الفار، اللجان الموجوده في الاتحاد واللي هي غير مفعله. انا لما اشتكي مره واثنين وثلاثه محدش بيرد عليا، معناها ايه؟ لا، لازم اللجان دي تتفعل علشان اللي يغلط يتحاسب، لازم يبقى في لائحه. الرابطه بتاعت الانديه، انا ما اعرفش الاستاذ عمرو الجنايني، انا مش عارف، يعني احنا في حلقات مع حضرتك يا كابتن اسلام
وقلنا في 13 14 بند الناس دول جايين ومش هينتخبوا تاني وجايين لفتره مفروض بيعملوا انجاز بيكتب لهم في تاريخهم. يعني انا بساله سؤال، رابطه الانديه ليه ما بتعملش؟ ايه المشكله فيها؟ يعني ايام الاخ ثروت سويلم بعت للانديه عشان يرشحوا المندوبين بتوعهم، وقفت ليه؟ هو انت اللي عايز تدير الدوري ليه؟ ما تسيب الدوري لل 18 نادي هم اللي يديروا. فدي كلها اسئله طبعا يعني المفروض يبقى ليها اجابه. انما البيان الحقيقه ال 12 النقطه اللي الكابتن خطيب اسردهم في البيان، تصريحات او التصريحات، بيان او تصريح، مش هو البيان زي تصريح ولا لا؟ البيان بيبقى البيان يعني يعني ال 12 نقطه كلهم نقط بتتقال مع الوزير المسؤول عن الشباب والرياضه اللي مكلف انه حق النادي الاهلي بيرجعه من خلال اتحاد الكوره ومن خلال الامن في مصر علشان النادي الاهلي ياخد حقوقه، لان هناك تجاوزات زادت عن الحد، وانا كمؤدب كراجل مؤدب او كنادي مؤدب ما اقدرش ان انا اتعدى الحدود دي، لان انا كل الناس عارفين النادي الاهلي في مقاومات معينه في المبادئ والسلوك والاخلاقيات انا لا يمكن هتعداها، لان انا بحترم جمهوري وبحترم شعبي وعارف ان انا نادي محترم لا يمكن ابدا ان انا هتلفظ او ان انا هرد على حد بيسيء لكيان او لشخص رئيس النادي الاهلي. تمام كابتن ماهر، رايك في التصريحات الصحفيه اللي صدرت من كابتن خطيب النهارده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اولا الف سلامه للكابتن محمود الخطيب، ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل. كانت مبادره جميله جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بوجود وزير الشباب والرياضه. التصريحات اللي تمت من خلال ال 12 نقطه من خلال التصريحات كانت كلها واضحه. النادي الاهلي بيدور على المصلحه العامه للكره المصريه. النادي الاهلي طول عمره مؤسسه كبيره بيتضرب بيها المثل في عالم الرياضه، وقلنا من ضمن المؤسسات يعني اللي بتعمل مسار وشكل واداء ومبادئ وقيم واخلاق للنادي الاهلي. مؤسسه ليها انجازاتها، ليها تاريخها، ليها وضعها الاجتماعي في العالم العربي والشرق الاوسط. انا شايف طبعا الفتره اللي فاتت يمكن في يعني بعض التسريبات وبعض الاقاويل، لكن وجود وزير الشباب والرياضه مع مجلس اداره النادي الاهلي وتكمله مع اتحاد الكوره، ان شاء الله بنوصل للمسار وبنوصل للنقاط السليمه خلال الفتره القادمه. عندنا توقف للمنتخب الاولمبي، بعد التوقف المنتخب الاولمبي بالقعده اللي قعدها الكابتن محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضه، اكيد مع الامن، مع اتحاد الكوره، انا شايف ان الامور كلها باذن الله هترجع لمسارها الطبيعي، وهيبدا الحاجات اللي كانت فيها بعض الخلافات هتتحط في الوضع المناسب بالنسبه لمباراه القمه او حتى بالنسبه للاسبوع اللي هو اتاجل. عايز اقول اسلام ان حان الوقت بقى ان احنا يعني نستفاد من اخطاء السابقه. النادي الاهلي طول عمره مدرسه، طول عمره مؤسسه كبيره بتعلم الاخرين، الناس بتلجا للنادي الاهلي في جميع اللوائح اذا كانت الاداريه او الفنيه. فكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته انا شايف المصلحه العامه للنادي الاهلي، بحييهم على هذه المصلحه وعلى التماسك والتكاتف في اصلاح مسار الكره المصريه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله بعد توقف المنتخب الاولمبي النقط تتحط على الحروف، وكل الحاجات اللي كان فيها بعض السلبيات تتحط في مكانها الطبيعي، عشان يهمنا جدا دوري قوي، مسابقه قويه، منتخبات قويه، اداء للنادي الاهلي ان شاء الله في الخمس بطولات. نتمنى له التوفيق في المرحله القادمه. جمهور النادي الاهلي طبعا اللي بيثق في مجلس ادارته بشكل كبير جدا يبقى عنده ثقه ان المؤسسه اللي وراه بتجيب له حقه وتحطه في الوضع المناسب. كابتن حشيش هاخد رايك طبعا، ولكن برضو عايز اسال حضرتك، يعني هل في بلد في الدنيا ممكن تبدا دوري من غير ما يبقى عندها لوائح؟ او انا يعني انا كنادي اهلي مش عارف اللائحه فين؟ ما تبعتليش لائحه، ما جاليش لائحه تقول لي مثلا اسلام انت لو جبت القلم ده من هنا لهنا او غيرت لعيب في الدقيقه فوق مثلا يعني هيتخصم منك قد كده او هيحصل معاك كذا او كذا او كذا. طبعا ما ينفعش، يعني دي اول حاجه المفروض
اللجنة الخماسية أول ما مسكت لازم تعملها، لأن هم أهم حاجة دورهم الأساسي هو إجراء الأكبر مسابقة في الكرة، وهي مسابقة الدوري العام. مفيش أي حاجة بتتعمل في الدنيا من غير ما يكون لها أساس، لائحة ونظام مسابقة بتوزع على جميع الأندية، يلتزم به الأندية ويلتزم به في نفس الوقت الاتحاد. وهو ده الكلام اللي الكابتن خطيب قال عليه طبعا بعد ما شاف طبعا اهتمام الامن والقيادات الامنيه طبعا ووزير الشباب والرياضه انه يروح لغات البيت وكده ويوضحوا له طبعا الامور اللي كان يعني الجمهور كله بتاع النادي الاهلي كان نفسه الامور تتضح، لان كان في ملابسات كثيره حاصله وكان في كلام رايح وجاي، فمهم قوي انها كانت تتوضح الحاجات دي. طبعا الكلام او تصريحات الكابتن الخطيب اللي عملها هي اول حاجه هي لصالح البلد وتاكيد على مصلحه البلد وفايده اول حاجه ما بتيجي على اتحاد الكوره قبل الانديه، لان اتحاد الكوره لو التزم بيها هينجح، وبالتالي الدوري بطوله الدوري هتنجح اللي هي اهم بطوله في مصر. ما ينفعش طبعا ان البطوله تبدا تنجح من جميع الجوانب التنظيميه والفنيه والتسويقيه وكل شيء. الف ب نجاح مسابقه هي انتظام الجدول بتاعها، ده الف ب اول حاجه. لو ابتديت ان انت تلعب بقى في الماتشات والكلام ده هتبتدي بقى ايه الميزان هيختلف، لان هتيجي على حساب نادي على حساب نادي تاني من حيث التاجيلات من حيث كمان مهما قلت بقى ومهما تعبت مهما ده طلع دافع ومهما ده طلع هي في الاخر زي اللي حصل اجيب الاسبوع الخامس بقى اجيبه على الرابع ولاعب مش عارف مين واجل مين وبتاع، لو سبت منفذ من البدايه لحاجه زي دي الباقي كله هيبوظ. تاني حاجه ويمكن برضو من ضمن التصريحات بتاع الكابتن الخطيب هي اهم حاجه كمان تفعيل اللجان اللي بتاع اتحاد الكره الانضباط، دي مهمه جدا جدا. لجنه الانضباط دي مش ان انت بتشتكي لعيب او لعيب عمل مشكله او لا، ده حتى رؤساء مجالس الادارات لما يحصل اي تجاوز من اي حد لازم الاتحاد يكون له موقف في الموضوع ده، لان الاتحاد الكره هو المنوط بالمسابقه كلها بما فيها بقى الانديه والرؤساء مجالس الادارات، واي حد ينتمي لاي نادي بيعمل غلط بيفعل لجنه الانضباط على طول. فدي برضو من ضمن الحاجات. تاني حاجه برضو لازم اتحاد الكوره يسعى جاهدا في ان هو يرجع تاني الجمهور للملاعب ويكون له دور كبير مع الجهات الامنيه، مش الانديه بس، لا ده الاتحاد الكوره، لان حضور عنصر اساسي من عناصر اللعبه او من عناصر اللي موجوده لانجاح الدوري العام او البطوله هي الجمهور، لان الجمهور ده مترتب عليه حاجات بالنسبه للراعي بتاع البطوله والمباريات والايرادات والحاجات دي كلها. فلازم اتحاد الكره يكون له دور كبير جدا في انه يعني يهتم مع القيادات الامنيه، مش الانديه اللي تدخل زي ما سمعنا التصريح من التصريحات بعد كده كل نادي هو اللي يجيب الموافقه الامنيه بتاع الماتشات. ده طبعا كان كلام اي كلام طبعا بيتقال يعني تمام الحمد لله. انما اللي انا شايفه من التصريحات كلها تصريحات طبعا موفقه من الكابتن خطيب في جميع الاتجاهات، كذلك كلها اسلام بتصب في عناصر اللعبه وعناصر المكونه للمسابقه او البطوله، يعني من ضمنها برضو دعم الحكام، لازم يبقى في دعم للحكام عشان الحكام يعني ده عنصر برضو اساسي يا كابتن عادل يا كابتن ماهر من اللعبه. بيحصل مشاكل زي ما شفنا السنين اللي فاتت، بتحصل مشاكل كثيره جدا جدا من بسبب الحكام، ماتش فرقه بتخسر فرقه بتكسب فرقه بتاخد ضربه جزاء، فبرضه بتعمل قلق وبتعمل توتر. مع عدم تفعيل بقى لجنه الانضباط ما شفناش عقوبات كبيره وحاسمه بتحصل على العناصر اللي موجوده في الملعب، سواء لعيبه اداري اجهزه فنيه كذلك الحكام، ما شفناش عقوبات بتحصل، فبالتالي العمليه دخلت في مسار يعني كان صعب قوي السنه اللي فاتت. كل الكلام اللي قاله كابتن خطيب هو يدور في انجاح البطوله الاساسيه اللي هي بطوله الدوري اللي هي واجهه اتحاد الكوره. فانا شايف طبعا يعني ان هي كلها تصريحات موفقه جدا بالنسبه للكابتن، وان شاء الله باذن الله يعني جميع العناصر بقى تتكاتف. احنا بنقول على كمان مباراه القمه، كابتن الخطيب طالب برضو ان مباراه القمه تحدد بالاتفاق طبعا مع
الجهات الامنيه ان يبقى في وقت مناسب الجهات الامنيه وطرفي اللقاء يعني بالظبط منطقي جدا زي برضو مع الاتحاد طبعا الاساسي زي برضو اسلام ما هو مش منطقي ان انت بتاجل مباراه قمه بين اهلي وزمالك والطرف صاحب المباراه اللي هو النادي الاهلي بتختاره قبلها ب 10 دقائق ان مباراه قمه لان دي لها تجهيزات ولها حاجات كتيره جدا في نص الليل 10 يعني طب ايه الداعي لحاجه زي كده وبتسيب كمان تصريحات من ناس ثانيه بتتكلم باسم الامن مفيش حد يتكلم باسم الامن هو الامن هو اللي بيتكلم باسمه هو اتحاد الكوره بيتكلم باسم الامن ان المباراه دي اتاجلت نتيجه للدواعي الامنيه مفيش اي ممنوع ان اي حد تاني يطلع يتكلم باسم الامن ويبقى في عقوبات لحاجه زي كده كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله يتفعل وده هيصب ان شاء الله في مصلحه الكوره واتحاد الكوره في الوقت اللي يا كابتن عادل بيتظلم فيه النادي الاهلي خلال الفتره السابقه من التحكيم و تمام يعني بتحصل بعض الامور الخاطئه في مباريات كثيره سواء للنادي الاهلي او ضد النادي الاهلي او في انديه اخرى منافسه ولكن النهارده الكابتن في تصريحاته هو بيتكلم على ان دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم الفني من خلال برامج المعسكرات ان هم يحصلوا على مقابل مادي جيد جدا جدا بما يتناسب مع المجهود اللي بيبذلوه سواء فنيا او نفسيا اعتقد ان ده شيء مهم برضه. في نقطه لفتت نظري قبل اجابه سؤالك انه الكابتن بيناشد الجماهير كلها ان تساند المنتخب الاولمبي وتساند المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول لا انا بقولك يعني حته الجماهير دي هتبقى برضه ان النادي الاهلي بيقف ورا المنتخبات الوطنيه من لعيبه من جماهير بكل حاجه بالنسبه للحكام تطوير الحكام كنت بتمنى ان الكابتن جمال بمجرد تعيينه يقول هو هيعمل ايه يبقى زي ما انت بتقول عايز لائحه علشان اي نادي وهو بيبتدي الموسم بتاعه اللائحه دي بتقول ان انا في عقوبات المسابقه بتبتدي يوم كذا تنتهي يوم كذا مفيش تاجيلات الا في الحاجات اللي هي فيها لا قدر الله فيها كوارث او الى اخره تطوير التحكيم كنت اتمنى كابتن جمال كلنا واقفين معاه وكلنا بنسانده سواء هو وغيره يعني كابتن لنا جمال الحقيقه ابتدى برضه يعمل حاجه كانت كويسه جدا وفي نفس الوقت كانت غريبه جدا بالنسبه لي الحكم الخامس والسادس لا لا الحكام اللي اتلغت لا لا بالعكس انا سعيد بالحكام انا بقول لك حاجه كويسه ليها لا كابتن جمال عمل حاجه كويسه جدا هي كانت مسار استغراب اكتر من اي حاجه ثانيه ان هو اعلن او لجنه الحكام اعلنت حكام مباراه الاهلي والجونه قبلها بخمس ايام اعتقد ان دي لاول مره في يعني مش عايز ابقى اكون عشان اكون دقيق معرفش هي اول مره تحصل ان اول مره يتم الاعلان اول مره طبعًا. يتم الاعلان عن مباراه الوقت الكبير ده ليه بقى علشان يقول لك ان الماتش يمكن ده هيبقى حاجه جديده بقى خلال الفتره اللي جايه ان احنا نشوف الحكام قبل لا لا المردود يعني. المردود يا كابتن اسلام انه بيقول ان الماتش النادي الاهلي لا انت كلامك مش هيمشي علينا لا الماتش مش هيتاجل وهتلعب لا ما احنا مش عايزين نخش في النقط لا لا عايزين خلينا صراحه بقى يعني خمس ايام يعني احنا هنفضل نجامل لحد امتى؟ انا خمس ايام معناها ايه يا كابتن؟ معناها ان انت كلامك اللي انت ال 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 الورقه اللي انت بعتها لاتحاد الكوره ان انت بتقول مش هلعب الا ماتش الزمالك في البدايه كان الغرض من ان انا بقول لك لا الماتش مش هيتاجل فلما النادي الاهلي عمل بيان وصمم على 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 كلامه ايه اللي حصل؟ السيد الوزير المحترم راح للكابتن خطيب ومجلس الاداره موجود وكلام النادي الاهلي ماشي هل كابتن جمال لما عين الحكام قبلها بخمس ايام ايه اللي حصل؟ لا يا كابتن معلش بعد اذنك انا بس النقطه دي مهمه جدا لانه اتفضل كلام النادي الاهلي دائما النادي الاهلي احنا زي ما قلنا في بدايه كلامنا النادي الاهلي فوق الجميع ولكن تظل مصر دائما هي الاعلى وهي التي تحتضنه والكلام ده كله لكن اللي احنا عايزين نقوله ان النادي الاهلي كلامه في الحق مشي بمعنى ايه؟ بمعنى ما انا ده اللي بقوله يا كابتن يعني هو طالب ببعض الحقوق ان يتم تسويتها خلال الفتره السابقه وخلال الفتره القادمه. ده من قبل كاس الامم الافريقيه لو حضرتك تتذكر الاولى. وبالتالي الكلام ده كله النادي الاهلي مش بيطالب بحقه بس ده بيطالب بحقه وبحق كل الانديه المصريه اللي كانت متواجده. وبالتالي فهو الموضوع مش مساله مين كسب مين ولا مين عمل مين، لا الكلام ده كلام بعيد عن يعني ده ممكن انا عارف حضرتك تقصد ايه بس انا بقول للجمهور يعني انا مش بقول لحضرتك انا بقول للجمهور انا عارف ان 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 يعني مين كسب مين ومين عمل مين والكلام ده كله كلام ما بيبقاش دايما في دماغ المسؤولين يا جماعه اللي بيبقى دايما في دماغ المسؤولين ان احنا نحاول
نعلي اسم مصر عاليا المصلحة العامة او المصلحة العامة، وثانيا ان اسم النادي الاهلي يكون موجود في كل الامور وحق النادي الاهلي يبقى موجود. هو ده اللي احنا دايما بندور عليه، اللي عايز يكسبنا في ملعب اخضر، اللي عايز يكسبنا يكسبنا من خلاله مش من بره الملعب. احنا دايما طول عمر النادي الاهلي، الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني الملعب، النادي الاهلي دايما جوه الملعب بيشتغل. شوف يا كابتن، النادي الاهلي من خلال البيان لما بيقول انتظام مسابقه، هل ده للنادي الاهلي ولا للناس الكره المصريه؟ لما بيقول الفار، لما بيقول اللائحه، هل ده للنادي الاهلي؟ لما بيقول الجمهور يساند المنتخب الاولمبي والمنتخب القومي، هل ده للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي دايما الاب الشرعي والاب الكبير قوي للعيله الكرويه، بيقول حاجات كلها لصالح كل الانديه. لما بنقول نطلب رابطه معناها ايه؟ معناها ان الرابطه تيجي علشان رابطه الانديه انها تدير وتخلي الاتحاد يتفرغ للمنتخبات. معنى ان انا كرئيس لجنه الحكام وانا جاي بقول النظام، انا هطور من التحكيم وهعمل 1 2 3 4، انا علشان ارفع الحرج عن نفسي انا بستعين بخبير من الاتحاد الانجليزي او الاتحاد الاسباني، هيجي مش هيشتغل فني، هيشتغل تطوير. زي ما بتشوف في السعوديه الراجل اللي ماسك تطوير الحكام هو اللي كان ماسك التطوير في الفيفا على مستوى العالم، هو اللي بيشغل في السعوديه دلوقتي. شوف الدوري السعودي ماشي ازاي، تحكيم فيه ايه، بعد ما كانت بيبقى فيه حاجات طبعا يعني حاجات صعبه جدا. فكان زي ما كابتن سمير لما كان بيجي مع حضرتك كان بيقول ايه، انا هعمل كذا واللجنه هتعمل كذا، واللي هيبقى اللي هيشتغلوا في الدوري الممتاز كذا حكم، في الدوري الممتاز به كذا، وبعدين هطور وهعمل كذا، والفار لما يخش هعمل كذا. يعني انا جاي بشتغل في حته لازم ابقى اقول للناس اللي شغالين في المهنه واللي شغالين في الوسط الرياضي والجمهور كله يبقى عارف ان انا كجمال غندور انا جاي علشان هعمل 1 2 3 4. لما هعمل 1 2 3 4 انت عملتهم ولا ما عملتهمش بعد سنتين او ثلاثه، يبقى انا ضميري قدام ربنا وقدام الجماهير وقدام الناس كلها، انما انا قلت هعمل 1 2 3 4 انا الحمد لله انجزتهم. يبقى لما كابتن الخطيب بيقول لك انا عايز تطوير من التحكيم، ما نلاقيش كابتن الحكم بيبقى وزنه زياده شويه، لما نلاقي القرارات فيها اخطاء قاتله. احنا لسه في الاسبوع الرابع او الخامس ونلاقي ضربات جزاء كتيره قوي ما بتتحسبش، ونلاقي احيانا في عنف شديد جدا ما بياخدش انذار، وفاولات بسيطه جدا بيتاخد عليها انذار وطرد. يعني الحاجات دي كلها زي ما بيقول الكابتن حشيش والكابتن ماهر، ما بنشوفش عقاب للحكم. يعني الحقاب يا سيدي احنا ما تعلنوش، بس يبقى الحكم اللي اخطا مره واثنين وثلاثه انت بتجامله او بتكرمه؟ يعني 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 لا طبعا يعني يختفي شويه، نحس ان هو بعد شويه، مش عايزين نعرف علشان العقاب ايه. انما مش ثاني اسبوع يبقى مثلا مباراه في حته كابتن يعني. وبعدين انا باخده زي اللعيب عندي، ناقصه حتت معينه في الفتنس في الجوانب الفنيه، اخده واديه بقى للمتخصصين في البدني ولا ويشتغل. الكلام ده كله لازم يبقى فيه تطوير. يبقى كابتن جمال لما اجيب انا مندوب من الفيفا يجي يطور لي يساعدني في التطوير، دي هل دي فيها انتقاص من قدري؟ اولا دي بترفع من مستوانا، والحاجه الثانيه الاخطاء اللي هي ممكن تسبب لغط وتسبب احتقان بين الناس، الامور دي بتهدى. اعتقد ان لو الفي ار تم تطبيقه او تقنيه الفي ار تم تطبيقها في الفتره القادمه هتسهل. احنا قربنا يا كابتن اسامه، احنا خلاص داخلين في يناير وهو وعدونا ان في يناير في الدور الثاني. فاذا انا لما كابتن الخطيب والنادي الاهلي ومجلس الاداره عايز الفار، مش عايز الفار عشان النادي الاهلي، عايز كل الانديه، كل الانديه، وعايز الكابتن جمال يعني ينجح. احنا كاهلاويه عايزين كابتن جمال يبقى طبعا نمرة واحد. كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه هو كلام، هو على فكره احنا يعني ممكن جدا ننتقد سياسات ماشيه بطريقه معينه او بشكل معين، ولكن في النهايه يظل الشخص كابتن جمال الغندور واحد من اكثر الناس احتراما اللي احنا اتعاملنا معاهم كلنا يعني. طبعا كابتن جمال بيحكم لي وانا شاب صغير بالظبط، فهو يعني في النهايه الموضوع مش اكتر من ان احنا بنقول اقتراحات من الممكن جدا ان يتم تلبيتها. يا ريت يا كابتن يعني حضرتك تستضيفه، يعني اذا في امكانيه يقول لك انا البرنامج بتاعي زي ما كابتن سمير قال كان عامل برنامج. كابتن جمال طبعا قيمه وقامه وراجل كاس عالم وحاجه جميله جدا وتاريخ مشرف، ايه المانع ان وتحليل مباريات
يطلع يقول للجمهور المصري انا في التحكيم هعمل 1 2 3 4 او حتى نجيبه مكالمه يعني. لا اكيد اكيد لا ده عايز قعده كده عادل ده عايز قعده اكيد الفتره الجايه دي عايز قعده عايز سهره معاه سهره معاه لا انا بقول لبرنامجك ايه انت بقى انت مسؤول عن التحكيم اهم حاجه في كره القدم ارجو ان الكابتن جمال الغندور يكون بيتابعنا واتمنى ان هو يشرفنا في قناه النادي الاهلي في اي وقت الحقيقه لانه في النهايه الكل محب لان النادي الاهلي دايما خلي بال حضرتك بيعمل ايه من الممكن جدا ان يكون هناك انتقاد لبعض السياسات ولكن في النهايه النادي الاهلي لما عندما تكون ازمه الحكام في اشدها بتلاقي النادي الاهلي واقف ورا حكامه حكام المصريين صحيح. يعني انت هتشوف الحلقه دي الكم المشاهدين هيبقى قد ايه طبعا لان الناس نفسها لان الناس عايزه حكم شخصيه قويه جسم طبعا. على الفرازه شخصيه صحيح. قراراتها صارمه مع كل لعبه قراراته فيها عدل طبعا بيبقى في حاجات بسيطه بس مش متكرره ويبقى كابتن جمال حاطط لنا برنامج انا هقعد 4 سنين أيوة. في الاربع سنين انا اطلع حكم يروح كاس عالم او حكمين لا. يعني استراتيجيه يا كابتن زي التدريب بالظبط كده زي التدريب انا احط 3-4 سنين واخد بالك للتخطيط أيوة. على اساس ارتقي بالمنتخبات الناشئين ارتقي بالناشئ نفسه فمهم جدا نشوف الحكام بقى تاني في المحافل الدوليه الحكام المصريين كان نمره واحد في السنين القديمه قوي كان نمره واحد الحكم المصري هو اللي في كاس عالم في بطوله امم افريقيا نمره واحد الحكام صح. الفتره الاخرانيه بعدت شويه عن المحافل الدوليه فدي برضه مهمه يعني. كابتن الاختبارات بتاعه المقاييس عندهم والكوبر اسلام أيوه. مع الاسف يعني كل ده اتمنى ان هو وقعت لنا حكام كتيره جدا من الحكام المصريين صح. فدي مهمه جدا برضه على اساس التمثيل الدولي الكوبر ده بالنسبه لهم بيبقى ليهم تجهيزات وليهم دراسات قبليها انا فوجئت ان بعض حتى الحكام الدوليين بتوعنا كانوا بيسقطوا في الكوبر ده في كابتن جمال الغندور وفي قدرته خلال الفتره القادمه على ان هو ولكن هي اقتراحات من الكباتن من المتمنى طبعا احنا ممكن حضرتك تعمل لنا مداخلات كمان معاه يعني بحيث ان كل واحد فينا يبقى ليه وجهه نظر في حاجه معينه عايزين وجوه جديده الناس يعني متعطشه انها تشوف وجوه جديده على كفاءه ومصر غنيه جدا في بحري وفي الصعيد في كفاءات وحكام عاليين جدا صحيح. عايزين نشوف وجوه جديده الاجسام الجميله والشخصيه الجميله وزي ما قال الكابتن الخطيب ما ينفعش حكم ما ادلوش حقه بيسافر بطياره بدل ما يسافر بالقطر وينزل في احسن فندق وياخد احسن مرتب هيديني المردود المحترم ومش هيقبل يعني كوبايه ميه من اي نادي احنا زي فرقه الكره يا كابتن عادل محتاجين الثلاث عناصر اللي موجودين او الثلاث تصنيفات اللي موجودين الخبره الحكام اللي عندهم خبره الدوليين الحكام الوسط اللي هم عندهم داخلين على الدوري الدم الجديد اللي كابتن عادل بيطلبه نشوف وجوه جديده شباب من ضمن الشباب اللي يتقدموا لموضوع التحكيم وعندهم الرغبه وعندهم الحيوية وعندهم النشاط في الاختيار زي فرقه الكوره يبقى هو كابتن جمال غندور او لجنه الحكام عندها اختيارات كثيره بالنسبه لحكامنا خلال هذه الفتره. معلش في اضافه برضه كابتن اسلام يعني برضه بنطلب منه برضه على الهوا كده ان هو يعني يبعت حكام الانديه يوعوا الانديه على اللاعبين اللي في الانديه عشان القانون اتغير في الفتره الاخيره اكتر من مره ورا بعض التغيير كان سريع وحاجات اختلفت شويه. فلازم اللعيبه تعرف الكلام ده لان في لعيبه لغايه دلوقتي في الدوري الممتاز مش عارفه بعض والمدربين كمان طبعا والاداريين انت فاهم يعني لازم في ناس بتحصل اعتراضات على حاجات وهي اتغيرت فدي مهمه جدا جدا من خلال بقى يعني حكام المناطق صح عايزين دي مهمه اخيره وخطيره جدا يا كابتن اتفضل عشان ارغب لعيب الكوره انه يبقى حكم لان في ناس عندها الموهبه ديت فيبقى انا احفزه جدا بدل ما تخش كاداري او كتدريب زي ما قال الكابتن الخطيب التطوير ان انا احفز اللعيبه اللي هي في الممتاز بي حتى في الممتاز الف ان انا بحفزه ازاي انت هتقعد بدل ما تقعد 7-8 سنين في الممتاز بي ولا بتاع لا انت كراجل دولي او كراجل لعبت في الممتاز الف انا بدل ما اقعدك 7-8 سنين لا اقعدك 2 سنين بس بحيث انك انت تاخد المرحله وبعدين تخش في دولي وبعدين المقابل المادي هيخليني برضو يعني بدل ما اخش في تدريب برضو بنفس الرقم يمكن اقل انا لو حكمت لي 4-5 ماتشات في مرتب محترم يطلع لي مبلغ محترم انا ايه اللي دخلني بقى في تدريب اذا كانت انا اصلا موهبتي التحكيم فبقتصر المده ان انا فيها ابقى دولي
ونشتغل في الدوري الممتاز، انها تبقى سنتين في الممتاز به واروح على طول، بدل ما صعده في مشغله في الناشئين بصعده على طول، لان الراجل لعب في الممتاز الف وعلى الاكيد مر في مراحل، وبحفزه كمان ماديا. وبعدين طبعا الى جانب ماديا بحفزه كمان ان انا انت في خلال اربع خمس سنين هتبقى في القائمه الدوليه، هتلاقي لعيبه كتير قوي من النجوم بدل ما بيتجه هنا او هنا بيخش في التحكيم. وبالذلك وعشان كده هتبص تلاقي عندنا كم من الحكام هيبقوا على مستوى رائع جدا. الانسان المصري عنده الكياسه وعنده الموهبه اللي فعلا تخليه ينجح في اي مجال. كابتن عادل تعيم رئيس لجنه الحكام القادم. ايه رايك؟ والله شرف كابتن. كلها اقتراحات جميله جدا، نتمنى ان هي تحصل. يعني كلنا بنقول اقتراحات وكل اللي نتمنى ايه، لان دايما زي ما قلت لحضرتك ودايما احب انهي النقطه دي تحديدا، ان حتى في ظل الازمات اللي بتلاحق النادي الاهلي من قبل التحكيم خلال الفتره الاخيره، ولكن يظل النادي الاهلي حريص على دعم الحكام، وحريص على دعم كل الحكام المصريين في كل الامور. وبالتالي هي بعض النصائح اذا جاز ان نقول من كباتننا الكبار لحضراتكم او للكابتن جمال، وانا عارف ان الكابتن جمال الغندور من الشخصيات المحترمه الحقيقه اللي دايما بياخد الاقتراحات وبيحاول تنفيذها على قد ما يقدر. ده اللي نتمناه خلال الفتره القادمه، ان احنا نشوف طاقم حكام كده حاجه حلوه تشرف، يعني هم كلهم يشرفوا كلهم فوق الدماغ، ولكن محتاجين ان هم ياخدوا مرتبات اكتر، محتاجين ان هم وزودوا السماعات شويه اللي. زودوا السماعات شويه، محتاجين ان هم يعملوا كام حاجه كده ان شاء الله نشوفها مع في ظل وجود الكابتن جمال الغندور كرئيسا للجنه الحكام. قبل بس ما اتكلم عن المنتخب الوطني عايز اطلع فاصل، وبعد كده اتكلم عن منتخبنا الوطني الاول، هنتكلم عنه الاول شويه، المنتخب الوطني الاول هنتكلم عنه الاول شويه، وبعد كده هنتكلم عن المنتخب الاولمبي في اخر الحلقه. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني الاول. جمهور النادي الاهلي طبعا بيثق في مجلس ادارته بشكل كبير جدا. مفيش اي حاجه بتتعمل في الدنيا من غير ما يكون لها اساس، لائحه ونظام مسابقه بتوزع على جميع الانديه، التزم بيه الانديه والتزم بيه في نفس الوقت الاتحاد. لو زي ما قال الكابتن خطيب ما ينفعش حكم ما ادلوش حقه بيسافر بطياره بدل ما يسافر بالقطر وينزل في احسن فندق وياخد احسن مرتب، هيديني المردود المحترم ومش هيقبل يعني كوباية مية من أي نادي. جامد، عاملين شغل جامد اليومين دول. ماشي، نتمنى يا رب إن احنا خلال الفترة اللي جاية دايما نقدم ما يرضي كل جمهور النادي الأهلي. كابتن عادل، كابتن ماهر، كابتن حشيش، هنتكلم عن المنتخب الوطني الأول، بعد كده نتكلم بقى عن منتخبنا الوطني الأولمبي. المنتخب الوطني الأول خلال الفترة السابقة، يعني الناس دايما تقول لك ايه، اصل المنتخب لعب مع منتخب الجزائر مثلا، لعب ضد كولومبيا. طب واحنا بنلعب بتسوانا ليه؟ طبعا هناك برضو الكلام ده متكرر، هناك مدرستين. انا كحسام البدري واخد الفرقه قبل الماتش باسبوع تقريبا، حضر معايا تمرينتين او ثلاث تمرينات. هل الماتش ده كان متسكن قبل ما يجي كابتن حسام ولا لا؟ اكيد في الاتحاد يعرفوا اكتر مننا. لو الماتش ده متسكن قبل هو ما يجي فطبعا يبقى المشكله مش عنده. يعني الحاجه الثانيه برضو، انا داخل على مرحله حسام البدري عارف اللعيبه بتاعته كويس قوي وممرنهم، وفي ناس عارفهم كويس قوي سواء منتخب اولمبي او غير منتخب اولمبي، فعارف الدوري وعارف اللعيبه كويس قوي. الماتش ده ما اعتقدش ان هو علشان يكسبه او يخسره، هو مجرد انه بيعمل ماتش ودي الولاد بيعيشوا في جو المعسكر، الفندق، النوم، الاكل، الحاجات اللي حضرتك عارفها دي. فده الغرض من المباراه، مش الغرض منها مكسب او خساره. الحاجه الثانيه برضه، انا قلت قبل كده كان يوم 19 كان في اهلي وزمالك، وبرضه بعيد وبكرر دايما المدير الفني دايما بيحافظ على لعيبته بحيث ان هو ما يحصلش نوع من تعرف الجماهير بتبقى حساسه جدا قبل المباراه ديت، فيقول لك بقى ده حسام حسن حسام من بدري الاهلاوي لعب فلان وما لعبش فلان عشان ماتش الاهلي والزمالك. فطبعا الحاجه ديت بيبقى حساس جدا فيها، حتى في اشتراك اللعيبه في المباراه دي، في المباراه بتاعت بوتسوانا. في ماتش تاني انت ممكن تعمله ماتش قوي وطبعا مردوده، انا مش عايز مكسب او خساره في الوقت ده.
لكن انا في اعتقادي ان عدت بخير الحمد لله. وطبعا زي ما قال الكابتن بركات هناك سلبيات هناك ايجابيات من خلال المعسكر هم حطوا ايديهم عليها، لكن الحقيقه الاختيارات اللي موجوده احنا كلنا كنا هنا في القناه بننادي بيها باستمرار من احمد فتحي لرمضان لكل العناصر اللي ما كانتش متاخده لعبد الله جمعه لكل العناصر حسين الشحات حمدي فتحي كل العناصر كنا بننادي بيها وبنصر عليها ايام اجيري كنا بننادي بيها كابتن حسام واخدها، وبالتالي احنا متوقعين باذن الله تعالى التوفيق والوصول للنهائيات امم افريقيا ان شاء الله. كابتن ماهر احمد فتحي ولا محمد صلاح يبقى كابتن منتخب مصر؟ لا انا شايف ان احمد فتحي ان هو اقدم انت عشان اهلاوي بتقول كده يعني لا انا شايف انه مبدأ أقدم معين اقدم كمان من محمد صلاح في وجوده في المنتخب. احمد فتحي ما شاء الله يمكن اكتر من 12 13 سنه منتخب مصر المنتخب الشباب او الاولمبي او الاول. عايز اقول لك ان منتخب مصر للمرحله الحاليه مع حسام البدري يعني حسام من المدربين طبعا الاكفاء اللي اجتازوا خبرات كثيره جدا مع مستر مانو جوزيه في البدايه ثم توليته هو بقى المهمه كمدير فني، وبعدين خروجه بقى بره مصر يمكن في الدوري السوداني مع المريخ السوداني ويمكن في ليبيا مع الاتحاد الليبي وبعد كده المنتخب الاولمبي برضك المنتخبات اسلام خد بالك لازم يكون اشتغلت في المنتخبات يمكن ده اللي كان بيشفع لحساب انه اشتغل مع المنتخب الاولمبي سنتين. اي نعم حصل اخفاق في خلال توليته لهذه المهمه لكن برضك اديته بعض الخبرات او اديته بعض يعني احمد فتحي هو من وجهه نظرك الاقدميه هي اللي المفروض ان هي تمشي بغض النظر عن اسم مين معاه لكن انا شايف كده يعني احمد فتحي اقدم لاعب في المنتخب اذا من حقه ان هو يكون انا شايف كده. وكمان حتى شخصيه احمد فتحي ما بنقلش من شخصيه محمد صلاح بالعكس بلاش يعني محمد صلاح نقول ثم برضه نفس الكلام انا مش فاهم محمد صلاح طبعا مين يقدر يقلل من محمد صلاح؟ ما حدش يقدر يقلل من محمد صلاح ولكن بلاش محمد صلاح اكس يعني احمد فتحي ولا اكس من اللاعبين؟ لا يعني انا شايف الحقيقه لاحمد فتحي خلال الفتره اللي فاتت ديت واحمد من الشخصيات اللي المحترمه اولا علاقته باللاعبين هي الاقدميه من امتى يا كابتن؟ معلش يعني طول عمرنا في المنتخبات في مصر بيبقى فيه اقدميه ولا قبل كده كان في حاجه تانية؟ يعني مش عارف انا محتاج اعرف مع المدرب الوطني بتبقى الحته دي عكس الخواجه، ممكن الخواجه يقول لك لا انا مش حامل حصلت يعني قبل كده يا كابتن مع حضرتك؟ مع كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب في جيلنا احنا لما جه مستر ردوكوتي شايف ان كابتن محمود الخطيب كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي قصدي كان هو كابتن الفرقه فمستر ردوكوتي شايف ان الخطيب هداف الدوري ماشي بخطوات جيده جدا، كابتن حسن حمدي كان يمكن اخر ايامه بيبدا يبطل فمستر ردوكوتي اعلن لنا كلنا كلاعيبه يعني ان كابتن محمود الخطيب هو كابتن الفريق في خلال الفتره ده جوه النادي الاهلي جوه النادي. لكن قبل كده ما حصلتش مع المنتخب مثلا؟ لا برضه كانت بالاكاديميه لا يمكن يعني تحصل مع المنتخب لا يمكن تحصل مع المنتخب كمان المدرب الوطني يا كابتن ماهر مبدا مرفوض تماما لكن ممكن مع الاجنبي ممكن بعض الاستثناءات بعض الاجانب ممكن يقول لك انا عايز مثلا ادي ثقه لمحمد صلاح خلال الفتره اللي جايه ممكن يبقى محمد صلاح اقول رايي في الموضوع ده عشان رايي ده صريح وواضح طبعا يعني. اولا المفهوم بره مش عايزين نقارن نفسنا ببره بره دي استايلات ثانيه وتفكير ثاني ودماغات ثانيه احنا في مصر حتى بيبقوا زمايل واصحاب الاقدميه اللي نزل الملعب في الفرقه دي قبل الثاني بالظبط رسمي هو اللي يبقى كابتن حتى لو انا وانت اصحاب يا اسلام بتسيب فيا نوع ليه؟ ليه طيب؟ يعني ليه انت تبقى الكابتن عليا؟ انت فاهم ازاي؟ فمع احترامي الكامل لاكس ده مش هنقول فلان الفلاني انما طب ليه؟ يعني انا احمد فتحي اقدم واحد في المنتخب بقاله سنين ده كان هيبقى كلامك لو كان لاعب من نادي الزمالك مثلا الاقدم طبعا على كل اللعيبه احنا بنتكلم على مبدا يعني على مبدا فبص انا بقول لك النادي فبالك في المنتخب اللي يمكن في النادي كلنا فرقه واحده واصحاب وانتماء واحد لفانيلا واحده انما منتخب انتماءات برضو جواهم انتماءات لحاجات كتير فلا الاقدم هو اصلا عشان بص دايما نحط مبدا وامشي عليه
طب عشان ما اجيش انا هقول لك على ماشي، ما انا لو هحط مبدا وامشي عليه، ما انا ممكن احط مبدا ان انا من بعد كده المدير الفني هو اللي يجي يقرر مين كابتن الفرقه. طب انا هقول لك بقى حاجه، يعني انا يجي اسلام يمسك المدير الفني يخليني انا كابتن الفرقه، اسلام يخسر ماتش ويسيب المنتخب ويجي واحد تاني عين الكابتن عادل، ما ينفعش، دي مرحله واحده. ما ينفعش باي حال من الاحوال، هو الكابتن الادامي عشان حتى ما يبقاش فيها مجال للنقاش. ما يجيش واحد يقول لك كابتن ما بص ده ليه هو طبعا الكابتن، ما ينفعش. واحنا النفس نفس بشريه، يعني لازم الاقدم هو اللي يكون عارف. جت المقوله دي جت فتره من الفترات، يقول لك ايه قولا واحدا، عارف جت فتره من الفترات كده يقول لك قولا واحد، هو قولا واحد ان لازم يبقى الكابتن الفرقه بالاقدميه، بتتفادى حاجات كتير جدا جدا. ده انا في ثلاث مدارس يا كابتن، سيبك من مصر بقى، في الاقدميه زي يبقى كابتن احمد فتحي، في الشخصيه، في المدير الفني زي ما قال كابتن ماهر بيجي يقول لك ده شخصيه قياديه، بيلاقي الولاد الصغيرين ماشيين في الشارع في واحد هو اللي بياخدهم، دي بتبقى موهبه ربنا مديها له ان هو شخصيه قياديه. في حاجه ثالثه زي المانيا، لكن باور كان بيلعب ليبرو زي كابتن حشيش والكابتن، ده بيخلي كابتن الفرقه اخر واحد بحيث انه يبقى كاشف الدنيا كلها، كاشف الدنيا كلها وهو اللي بيدير، ممكن يبقى حارس المرمى هو كابتن الفرقه، ودي كانت موجوده على مستوى العالم في كاس العالم اكثر من مره، ان دايما المدير الفني بيختار يا اما حارس المرمى يا اما الليبرو، بحيث ان هو يبقى التعليمات واخدها ويبقى كاشف الملعب كله، الباكي يجي له هنا انت روح هنا، فهم ثلاث مدارس. احنا اتربينا هنا على الأدمية، بره فيها احنا نظام تاني الشخصيه. بس انا هنا سؤالك بقى يا كابتن اسلام، ان هو الشخصيه مع الادميه منطبقه تماما على احمد فتحي، لان احمد فتحي لو هنسويه باي حد حتى بما فيهم كابتن محمد صلاح، محمد صلاح لاعب فذ ولاعب قوي جدا وحاجه جميله جدا، لكن محمد محتاج احمد فتحي كسيطره في الملعب على بقيه زمايله. محمد مش ممكن هيجي يوجه، انما فتحي ممكن يوجه سواء داخل الملعب او خارج الملعب، وبعمليه الاكل والنوم والصلاه والانضباط وكل حاجه بره وطلبات اللعيبه دي متربي عليها احمد فتحي حتى من 2006. تمام، خلينا نطلع حته بس زياده صغيره بس كده ولا بعد ما نرجع عن ايه؟ المنتخب الاول؟ لا، على حته الكابتنه دي بس. انا الفتره اللي لعبت فيها كان الكابتن مصطفى عبده هو كابتن الفرقه. كابتن الخطيب كان من الناس الكبيره في الفرقه. مش معنى ان الكابتن مصطفى حاطط الشاره كابتن الخطيب ما كانش بيتكلم، لا ده كان بيتكلم اكتر من كابتن مصطفى معانا. يعني هو اللي بيقول كذا وبيجتمع بينا في بعض يعني طبعاً يعني القصه مش مساله شاره بس، القصه مساله اسلوب وكلام وانضباط ويعني وقدوه في وسط المجموعه يعني. كمان حشيش خد بالك كابتن عادل لو تفتكر، وانا قلت الكلام ده يمكن في الحلقه اللي فاتت، ان حتى كمان كابتن الفرقه بقى ليه في التكتيك وبقى ليه في اسلوب اللعب تمام. مظبوط، كلام مظبوط جدا ويعني كلام محترم، وكل واحد له وجهه نظره، ما عندناش اي مشكله. بس انا ما عرفتش وجهه نظرك برضه يا كابتن عادل، انت بتفضل اي واحده من الثلاثه؟ في مصر هنا الأدمية. الأدمية. وجهة نظرك ولا بس هي مطبقة أحمد على أحمد إن هو برضه بغض النظر، ما هو أحمد هيبطل هيجي حد مكانه، فيعني أقدمية الأدمية برضه. أنا 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 من وجهة نظري لا 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 أنا من وجهة نظري أنا الفريق ما ينفعش يبقى فيه حتة الضغينة في ما ينفعش لا أنا ما ينفعش أنا ال 20 لعيب تعمل مشاكل لازم طبعا. لا 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 لا, لا. انا مش مع المنطق ده، لا انا انا اسره واحده فريق واحد. يا كابتن يعني ايه يعني لا مش ادميه بقى اي يعني، انا لو الاقي الادميه وبيلعب لي ليبرو وشخصيه قويه هتبقى 100 100 عادل، مفيش ليبرو يعني اختيار اقدميه ولا اختيار اقدميه ولا اختيار اختيار مدرب او وجهه نظر مدرب وجهه نظر مدرب وجهه نظر مدرب. طب ما انا بقول لحضرتك هي دي اختلافات وجهه نظر مدرب، لان هو عايز مصلحه الفرقه، يبقى عايز مصلحه الفرقه وعايز المخ والشخصية. يعني انت مع كابتن حسام مثلا في الموضوع ده، ان هو في اختياراته ل هو اعلن وكابتن حسام اعلن؟ لا لا بس يعني باينه. انا مع ان المدير الفني ياخد الشخصيه، لان هو هيبقى دراعه اليمين في عمليات تنفيذ الواجبات والسيطره داخل الملعب. ممكن تعمل مشكله يا كابتن طبعا، لو الكابتن حسام
ما اختارش بالاعداميه. هو لم يصرح صراحه تعمل مشكلة. ان هو عايز فلان او اعلان يعني او تاني، ولكن فرقه كوره كده. ممكن تعمل والله مشكلة. ما تبقى فرقه كوره يبقى كل واحد بيدور مشكلة على في الاشخاص يا كابتن، كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه. تعمل مشكله في الاشخاص. بعدين زي ما قال الكابتن حشيش، انا الشاره دي ده مش عمليه تشريف، دي عمليه واجبات. المدير الفني بمصلحته، انا بطيع مدير الفني في كل حاجه، في النوم وفي الاكل وفي التكتيك وفي كل حاجه. اجي يقول لي انا عايز فلان كابتن اسلام يبقى مدير، يبقى كابتن الفرقه، اقول له لا، علشان انا او انا مثلا اطوعه علشان ويبقى قلبي شايل من زميلي في حاجه هايفه زي دي. لا لا طبعا. مصلحه الفرقه انا شايفها تبقى رأي واحد زي واحد بقى له 10 سنين بيلعب في المنتخب وواخد معاه كل البطولات، اجي اجيب حد اقل يعني ما لعبش اكتر من يعني ما لعبش نص اللي لعبه، هتسبب يا اسلام يا اسلام السن حتى معرفش. السن السن يعني فرق ماشي فرق السن عموما هي وجهات يعني نظر. احنا انا بقول لك بس تدعيم لوجهه النظر دي. السن انا بقى لي 10 سنين او 15 سنه بلعب منتخب ويجي واحد نجم، انا شاهد على كل البطولات سنتين ثلاثة أربعة خمسة بالنسبه لي هو اللي يبقى لا يعني انا شايفها احنا بشر ما ينفعش حتى لو فرقه واحده ويعني وبالذات في المنتخب يعني هو في النهايه يجب وضع مبدا يتم سواء بقى اختيارات مدرب زي ما كابتن او سواء عارف عشان ايه كمان. طب ما انا طالما في اختيارات انت نجم وبتلعب في ليفربول وانا بلعب في مانشستر، اشمعنى خد بتاع ليفربول ما خدنيش؟ طب ما انا نجم زي ولا قل عن، انما لو ادميه ما حدش هيفتح بقه. بس تمام ده حضراتكم سمعتوا جميع وجهات النظر وكل واحد بيتكلم وجهة نظره بشكل محترم، وعلى حضراتكم بقى ان انتوا تختاروا اي وجهه نظر نروح لها. خلينا نروح بقى للمنتخب الاولمبي او تقرير عن المنتخب الاولمبي سريعا جدا، ان خلاص قدامنا 10 دقائق او يمكن اقل، فنروح لمنتخبنا الاولمبي ونرجع تقرير عن المنتخب الاولمبي ونرجع نتكلم سريعا عن المنتخب الاولمبي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ايه راي حضرتك يا كابتن اولا في المجموعه سريعا جدا وفي اختيارات الاسماء للكابتن شوقي غريب؟ اسماء متوقعه اعتقد. احنا المجموعه الاقوى، عندنا كم من اللاعبين الحقيقه على اعلى مستوى، والفرصه ان شاء الله تكون مبشره بالخير لكل العناصر من البدايه من حراس المرمى لحد رؤوس الحربه، كلها عناصر مبشره بالخير، الى جانب ان المنتخب ادى كم من المباريات الدولية الودية تسمح له أنه هناك إعداد على أعلى مستوى بإذن الله تعالى استعدادا لهذه البطولة. أعتقد أنه برضو احتمال يبقى فيه المعسكر اللي بيتعمل هيبقى بدري شوية بعد الدوري متأجل، وبالتالي بندي فرصة للعيبة وللجهاز الفني أنه إن شاء الله يعوضوا الإخفاق اللي حصل في أمم أفريقيا. يبقى المنتخب الأولمبي إن شاء الله يعوض هذا الكلام بمساندة الجماهير، وزي ما قال كابتن خطيب في التصريح بتاعه، احنا بنقول التصريح مش البيان، يعني التصريح بقى بنصلح، انه التصريح انه المناشدة اللي كابتن خطيب قال عليها ان الجماهير بتساند المنتخب الأولمبي، لان المنتخب الأولمبي رايح الأولمبياد طوكيو، ودي حاجة تعرفين البطولات الأولمبية دي بتبقى العالم كله بيتابعها وبتبقى مهمة جدا في تاريخ الدول، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله تعالى المجموعة مع الجهاز الفني مع الماتشات الودية اللي اتعملت الكم الكبير ده المردود بتاعها إن شاء الله نشوفه في الملعب إن شاء الله. كابتن ماهر، أسماء مهمة جدا يعني في حراسة المرمى، في حراسة المرمى والدفاع، الأسماء ليست يعني ما بتلعبش معظمها في انديه كبيره، يعني انديه اقصد انديه من المربع الذهبي على الاقل في الدوري، ولكن مثلا في خط الوسط وخط الهجوم كلها اسماء بتلعب في الانديه المعروفه في الدوري حتى وجماهيريا وكذا وكذا وكذا. هل ده هيفرق من وجهه نظرك؟ والله يا كابتن اسلام انا كنت عايز العكس، كنت اتمنى طبعا الخطين اللي هو نص الملعب المهاجمين يبقى بقوه خط الظهر وحص المرمى، لان البطوله قويه جدا المنتخبات اللي هنلعبها يعني انا كنت اتمنى ان الخط الخلفي هم طبعا اسماء كلها مبشره بالخير وبيلعبوا في الدوري الممتاز ولاعيبه يعني على اعلى مستوى، بس كنت اتمنى ان هم يبقوا بقوه نص ملعبنا وهجومنا. يعني ده الخط اللي احنا
اعتقد هيعتمد عليه بشكل كبير الكابتن شوقي سواء وسط الملعب او بالظبط يعني، ولكن كلها اسماء قويه، اسماء قويه يعني امبي ووادي دجله ووادي دجله وسموحه واسماعيلي، كلها اسماء كبيره برضو، اسماء بصراحه يعني لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه محترمه جدا. لكن زي ما بقول لك ان الخط الخلفي اللي هيبقى عليه عبء كبير بشكل كبير جدا يعني، لانه مجموعه صعبه، مجموعه صعبه جدا، بنلعب منتخبات على اعلى مستوى. لكن ده دور بقى كابتن شوقي غريب وجهازه، زي ما قلنا ان شوقي عنده خبرات بشكل كبير جدا، وان شوقي كان اخذ ميداليه قبل كده في يعني متمرس مركز الثالث في مع المنتخب الاولمبي كاس العالم، كاس العالم، منتخب الشباب، منتخب الشباب. فشوقي عنده من الخبرات اللي تقدر ان شاء الله يقدر يدير المنتخب بشكل احترافي. اي نعم بنقابل فرق من العيار الثقيل، فرق كلها مصنفه على اعلى مستوى، لكن طبعا زي ما قلنا في بدايه كلامنا ان كان تصريحات الكابتن محمود الخطيب مسانده الجماهير للمنتخب الاولمبي بشكل جيد. نتمنى كده باذن الله ان جمهورنا يبقى من اول مباراه بقى بيزحف لمدرجات استاد القاهره عشان يساند لعيبه المنتخب الاولمبي، لان هم فعلا محتاجين جمهورهم يساندهم بشكل جيد، لان جمهور برضه كابتن اسلام هيفرق معانا بشكل جيد في بدايه الستارت الاولاني مع مالي طبعًا. ان انا بعتبر ان مالي الثلاث نقاط من اهم الثلاث نقاط في المجموعه اللي يقدروا يوصلونا ان شاء الله للمركز الاول او المركز الثاني. كابتن حشيش، يعني وسط الملعب اسماء اكرم توفيق غنام كمان لعيب كويس قوي، عمار ناصر، احمد حمدي، رمضان صبحي، طاهر، امام عاشور، مجموعه جيده جدا في الناحيه الدفاعيه الهجوميه والوسط الملعب. بص، هو انا شايف كل الاسماء، انا مش شايف يعني خط ازيد من خط، لعيبه كلها على مستوى عالي، بيلعبوا كلهم دوري ممتاز ايا كان بقى، مثلا اهلي، زمالك، مقاولين، انبي، كلها لعيبه واعده في السن ده، كله بيتساوي على فكره السن الصغير ده، لسه ما وصلناش للاعمار مثلا الكبيره اللي بتقول بقى مثلا سوبر ستار او ستار او كده، كلهم على مستوى عالي، كلهم لسه عايزين يعملوا بطوله لبلدهم وليهم. المجموعه بتاعتنا الحقيقه مجموعه صعبه جدا، والبدايه يعني قويه جدا مع اكبر او اهم فرقه في المجموعتين وهي مالي طبعا، فرقه على مستوى عالي جدا، ضربه البدايه هيبقى لها عامل كبير جدا، مش هيتحقق النتيجه الايجابيه انا شايف الا بالجمهور الكبير. وانا الحقيقه لغايه دلوقتي مش شايف اي كلام على الجماهير والحضور، التأكيد ده في مصلحة المنتخب مليون في المية عشان استعداد من بدري والتركيز، عشان بقى نبتدي نحط الأضواء على المنتخب الأولمبي كمان والفترة القادمة وفلان وكذا وكذا، ونحشد الجمهور إن شاء الله إن هو يكون في مباراة. هي المهم دي يا إسلام، أنا مش شايف لغاية النهاردة، أنت بتتكلم النهاردة 24، يعني أنت بتتكلم على أسبوعين على المباراة، مش شايف كلام عن الجمهور، مش شايف زي ما كنا بنتكلم قبل كمان الدورة الأولمبية اللي فاتت اللي كانت هنا من شهرين ثلاثة، ما كان في كلام على دخول الجماهير والناس وفي تسهيل لحضور الجماهير، و البطوله دي لا تقل عن البطوله بتاعت الامم الافريقيه طبعا، انت رايح اولمبياد وبالنسبه للولاد الصغيرين دول لازم حافز كبير جدا هو الجمهور، ما يحسوش ان كان في ارقام كبيره من الجماهير في مع المنتخب الكبير وانا معايا ما فيش جماهير يا كابتن عادل، لازم يحس بالحته دي ولازم يحس بدفى الجماهير في مقابله الفرق الكبيره دي، لان كل واحد فيهم مطالب ان هو يبذل مش جهد بس، ده جهد مضاعف قدام الفرق دي، لان المستويات عاليه، مستويات كبيره، وما عندكش لعيبه محترفه في السن ده، انما الفرق الثانيه مالي ولا غانا، كل الفرق الثانيه دي عندها لعيبه محترفه بره، انت عندك السن ده ما عندكش حد بره، ما عندكش حد، كلها لعيبه محليه، فطبعا نعوض الحته دي بالمسانده الجماهيريه ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. احنا خدنا دقيقه كده دقيقه من حضراتكم، ولكن الفتره الجايه كل كلامنا هيبقى عن المنتخب الاولمبي، وان شاء الله لا هتبقى مسانده كبيره جدا وحشد جماهيري كبير جدا جدا في كل مباريات منتخبنا الاولمبي خلال الفتره القادمه اللي هتبدا ان شاء الله يوم 8/11، لسه اسبوعين هنبتدي ان شاء الله خلال الاسبوعين اللي جايين. بشكرك، شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش ان شاء الله عندنا حلقه مهمه جدا جدا يوم السبت القادم، حلقه في برنامج سهره مع هيكون مع
واحد من أهم نجوم النادي الأهلي، واحد من أهم نجوم الإعلام في العشرين سنة الأخيرة، نجم الكبير الكابتن أحمد شوبير، هيكون ضيف إن شاء الله في برنامج سهرة مع يوم السبت في تمام الساعة 11. جهزوا نفسكم بقى على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام، ابعتوا لنا كل ما يخص الكابتن أحمد شوبير، كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها للكابتن أحمد شوبير خلال الفترة أو خلال إن شاء الله يوم السبت من الساعة 11 للساعة 1. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله بقى نلتقي يوم السبت وحلقة جديدة. يوم السبت هتبقى سهرة معه، ولكن يوم الأحد إن شاء الله نلتقي وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.